الحين من عالم الطبخ والصحة، فبنروح لوقفة مع أفكار الهدايا وابتكارات من عالم العطور والمجوهرات. وضيفتنا اليوم رائدة في عالم تصميم المجوهرات، انعرفت بابتكار خط فريد من نوعه للسيدات يعكس قوة المرأة وتصاميمها، وركزت على ابتكار قطع قوية وصلبة. فخلونا الحين نشوف بعض من تصاميمها في هذا الكلب، ورحب ضيفتنا من بعدها. ريتا شرايبي معنا اليوم، يا هلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. مرحبا. طبعا احنا قاعدين نشوف كثير مجوهرات حلوة قدامنا، فخبرينا بداية عن الخط المجوهرات اللي انت مصممتها. كل شيء قاعدة اشوفه احلى من الثاني، وكله يعكس قوة المرأة وصلابتها. احنا فكرتنا بمافروك هي تصميم مجوهرات ممتعة وخالدة في نفس الوقت. حلو. يعني بنستعمل فيها كثير ألوان، بنستعمل سبيشال كاتس لبريشس ستونز وألماز، وكذلك بندخل إناملينج تقنية، يعني بنعمل على المجوهرات صبغة خاصة. حلو. تعطيها شكل يعني مش معتاد. وفكرة القوة للمرأة هي فكرة أساسية عندنا، لأن بالنسبة لنا أنا بحس أن المجوهرات عندها صفة بتتجاوز بس التزيين. هي صفة يعني ممكن تعطينا تبقى معنا المجوهرات لمدة طويلة، بعد المرات للأبد. وبالنسبة إلي يكون عندها يعني مسجز مهمة، وممكن تذكرنا بمناسبات عشناها وبأشياء عشناها قوية. يعني إحنا بالتصاميمنا بنعمل كتير مسج سيكرت مسجز مخبأة، وعندنا آليات متطورة بنشتغل بيها عشان نكتب على الجولري ونعمل. يعني حفرجكم بعدين كيف على بعض القطع. انا عندي تقريبا اساور زي هذه وفعلا ينكتب عليها، بس انا فضلت انه ما اكتب عليها، تغير رايي وش بكتب جواها. بس حلوه هذه الفكره، انه احنا مثلا نكتب على المجوهرات، وزي ما قلتي بعض المجوهرات تقعد معانا للابد. فانا قاعده اشوف انه في ثلاث خطوط مختلفه قدامنا. فلو تكلمي لنا شوي عن، انا حبيت الخواتم اللي هناك، انه كيف مات وشكلها قوي وحلو. ايه، اذا هون عندنا ثلاث كولكشنز. هذه اسمها to serve and protect. يعني فيها فكرة الحماية وفكرة good vibes. أنا أصلي من المغرب، وبالنسبة لنا المجوهرات يعني بنبتديها لحمايتنا وبتعطينا good vibes كمان. إذن هون عندنا العين، عندنا behind her eyes this حل. collection. فيها كمان the rainbow connection، يعني فكرة الرينبو. هون عندنا كمان speak your truth. This is one line. Here we have as well the dial-up collection. هذه كنت بقولكم عليها، فيها كتابة بس مخبأة، يعني ممكن تفتحها وتكشفي على المسج السري اللي بيكون either to shine and rise or to the moon and back. حلو. طيب الحين احنا طبعا تمر مناسبات كثيرة، فنحتاج انه احنا ناخذ هدايا. فايش الافكار اللي تعطينها لنا لهدايا، مثلا اذا زواج او مناسبة ولادة او اي شيء؟ يعني اذا احنا عندنا على موقعنا mavrok.com كثير افكار للهدايا. انا مثلا 3 كاتيجوريز: شو مي لاف، شو مي بيج لاف، اند شو مي اول ذا لاف. حلو. لاسعار مختلفه على حسب المناسبه. فمثلا اذا كانت مناسبه فريندشيب انيفرساري، يعني عيد ميلاد ولا الاصحاب، ممكن يكون مثلا ذا فورجيت مي نوت بريسلت. فورجيت مي نوت بريسلت هو هال بالتريد، بكولرفول تريد، بيجي على ألماز وذهب. إذا كانت مثلا مناسبة ولادة، ممكن تكون مثلا ذا رينج ميناج 3، which is يعني بتروح من 2 لـ 3. إذا كان خيار الألوان صراحة مرة حلوة. نفس الرينج عندنا بألوان أخرى. إذا كان مثلا
اللي حدا عنده دبلوم ولا شيء ممكن تكون behind her eyes for example dependent. مشكلة في الأصابع أصاب دائما ما ألقى مقاسي في الخواتم. مقاسك صغير شوي؟ أي صغير مرة مو شوي فمرة حلو حبيت. شوفونه كثير يجنن. طيب لما تكون مناسبة يعني مثلا زي ما يقولون فالنتاين ولا عيد زواج أو شيء، إيش الأشياء اللي مثلا تنصحين فيها الناس اللي يجون يأخذون منك؟ إذا كان عيد زواج ولا فالنتاين خاصة ما يعرف يعني كثير، تعرفين بعض الأحيان ما يعرفون يختاروا الهدايا المناسبة. أنا بالنسبة لي كولكشن دايلاب تكون أحسن شيء لهالشكل من المناسبات اللي عندها فيها ذا سيكريت مسج اللي بنكتبوه وهو شاين اند رايز اور تو ذا مون اند باك. يعني ممكن تفرجوه ولا تخفوه على حسب ال حلو الشخص. طيب الأسعار مناسبة لكل يعني كل فئة أسعارها غير عن الثانية ولا كل فئة أسعارها غير عن الثانية؟ مثلا the forget me not bracelet اللي أنا فرجتكم إياه يبتدي ب 1300 درهم حلو بألماز وذهب وثريد. عندنا أشياء بتكون ب 5000 6000 3000 بتروح حتى 9000. ممتاز. يعني هي سهلة للارتداء وأسعارها مش غالية، فالبجت متوفر يعني للجميع اللي يبغى يجيب هدية اللي يبغى يجيب شيء. انا كثير عجبتني هذه يعني من جد ابغاها هديه، ما راح اشتريها بنفسي. ف حلو انه نكتب المسج هنا بس اكزاكتلي ممكن شوفه. تديريها وتخبي المسج وتفرجي جهه ثانيه. يعني اللي يجيب لك الهديه تورينا المسج اذا شفتي اللي بعدين تخبيره. لا كثير حلوه عجبتني الافكار وعجبني انه ثقلها كمان يعني انه ثقيله وحلوه، فانه عن طريق الويب سايت نقدر نطلب القطع اللي موجوده هذه كلها. تماما. يعطيك الف عافيه، كثير حلوه كثير مميزه. يعني انت ما شاء الله لابستها يعني فيها فخامه وجمال ورقي والالوان روعه.